السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف مرنسي في التدريب رقم 5. جماعة الخير، أنا الهدف نتاعي هو الوصول إلى 9 تدريبات في حساب النهايات والمشتقة للدالة الأسية. اللي راح يشوف هذه السلسلة هذه إن شاء الله راح يتمكن من الدالة الأسية بمعنى الكلمة. إذا نشوفوا الموضوع الأول لشعبة رياضيات سنة 2020 بكالوريا. أكيد الدالة جي وأش معرفة على ناقص من ناقص ما لا نهائي إلى الصفر، حيث جي لـ إكس هو ناقص 2 أسية إكس، أما أش لـ إكس فهي إكس بين قوسين أسية إكس زائد 1. أولا أحسب النهايات ومشتقات الدالة أش. جي لـ إكس سهلة، عند زائد ما لا نهاية، هذه راح تعطيكم زائد ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية، عفوا عندنا نحسبه عند ناقص ما لا نهاية. أسية ناقص ما لا نهاية صفر، صفر في أي عدد تعطيك صفر إلا في ما لا نهاية اللي هي حالة عدم تعيين. وعند الصفر بما انها هي مغلوقه تعوض مباشره اسيه صفر واحد، واحد في ناقص اثنان اثنان، لانها معرفه عند تلك النقطه. اما النهايات نحسبها وين ما تكونش، نقولش معرفه، ولكن لما يكون المجال مفتوح. نبدا بالداله اش اكس على السريع، اكس اسيه اكس زائد واحد. الان حساب النهايات، ليميت لما اكس تؤول الى ناقص ما لا نهايه اكس أسية إكس زائد واحد تساوي. لاحظوا معي أسية إكس راح تعطيكم صفر، أسية ناقص ما لا نهاية صفر، صفر زائد واحد واحد، واحد في ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، هذا. أما عند الصفر مباشرة أنكم تحسبوا أش لي صفر راح تعطيكم صفر، صح؟ ننتقل إلى المشتقة. إذا أش دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على ناقص ما لا نهاية صفر، ودالتها المشتقة اش فتحة لإكس يساوي. إذا من الشكل U في V، إذا المشتقة تاع U اللي هي إكس هي واحد، نضربها في V أسية إكس زائد واحد، زائد U تاعك في مشتقة V اللي هي أسية إكس زائد واحد مشتقة صفر. إذا في الأخير واش راح تحصل؟ تحصل على أسية إكس زائد واحد زائد إكس أسية إكس. ممكن هنا نخرج أسية إكس كعامل مشترك، هنا راها مضروبة في واحد زائد إكس، ما ننساش هاد زائد واحد هكذا. أما هذه لازم نكون نعرف ديجا دالة من قبل، ولكن الموضوع تاع التمرين ماهيش هذا هو الهدف تاعي هكذا، لأن كنت ترجعوا للموضوع تلقاو عاطيكم على ما أظن دالة، يعني رسم بياني لدالة على ما أظن. على كل، الآن ننتقل إلى الدالة F المعرفة كذلك من ناقص ما لا نهاية صفر، X تنتمي لهذا المجال، حيث F لX واش تساوي نصف X مربع زائد X ناقص 3 أسية X. إذا لازمنا يا جماعة الخير كما وصيتكم دائما كنقول دالة لازمني نعاود نفيريفي هكذا باش ما نكملش تمريني وأنا غلط في الدالة. إذا نبدأ بالنهايات عند ناقص ما لا نهاية، نصف x مربع زائد x ناقص 3 أسية x تساوي. إذا على بال بلي ناقص ما لا نهاية مربع هي زائد ما لا نهاية، زائد هنا بين قوسين راح تعطيكم ناقص ما لا نهاية في أسية ناقص ما لا نهاية صفر، وهذه تعتبر حالة عدم تعيين. إذا هذه حالة عدم تعيين، الإزالة تكون عن طريق النشر. إذا راح نديرو تساوي ليميت لما إكس تؤول ناقص ما لا نهاية نصف إكس مربع زائد، ننشر إكس أسية إكس ناقص 3 أسية إكس. الآن هذه عبارة عن زائد ما لا نهاية، هذه نهاية شهيرة تعطيكم الصفر، وهنايا كذلك أسية ناقص ما لا نهاية صفر. نكتب هنايا ليميت لما إكس تؤول ناقص ما لا نهاية إكس أسية إكس، هذه نهاية شهيرة تساوي ولو كانت اكس اسنان، هذا. اذا صفر زائد صفر زائد زائد ما لا نهايه تعطيكم زائد ما لا نهايه، هذه عند ناقص ما لا نهايه. عند الصفر بما انها قلنا مغلوقه يعني نعوض مباشره. الان قال لي بين ان اف فتحه لاكس هي اش اكس زائد جي لاكس. اذا راح نقول بلي ان الداله اف معرفه وقابله للاشتقاق من اجل اكس ينتمي الى ناقص ما لا نهايه صفر، ودالتها المشتقة راح نبداو منها إن شاء الله، فتحة لإكس تساوي.
إذا نبدأ بالمشتقة تاع نصف إكس مربع، هذا المربع كيهبط 2 على 2 1 وتبقى لكم إكس فقط. هذه هي المشتقة تاع نصف إكس مربع زائد واش عندي U في V، ممكن نخدمو هنا أحسن U في V، U إكس ناقص 3، المشتقة تاع إكس ناقص 3 هي 1. ملاحظة جماعة، كون جات عندي هنايا ناقص ماذا بكم ديروا الحاضنات، هكذا باش ما تغلطوش، ولكن من داك زائد ما راحش تأثر. إذا فاش نضربها؟ نضربها في واش بأسية X زائد X ناقص 3، المشتقة نتاع أسية X اللي هي نفسها، يا في الأخير راح نتحصل على واش؟ نتحصل على X زائد أسية X زائد X أسية X ناقص 3 أسية X. الآن واش راح ندير؟ راح نختزل ناقص 3 مع زائد 1 تعطيكم ناقص 2 أكيد في أسية X. و x مع x نخرجوها كعامل مشترك 1 زائد أسية x. واش لاحظوا جماعة الخير؟ لاحظوا أن x في بين قوسين هذه هي نفسها h x، أما ناقص 2 أسية x فهي نفسها g x. إذن إشارة f تاع x من نفس إشارة h x زائد g x. الآن جماعة الخير ممكن كما قلنا حسبنا الاشتقاق تاع h بدون الهدف، يعني ما كان لنا نحسب المشتقة لأن نقدر نعرف هنا الإشارة نتاع h ل x. لاحظوا معي، بما أن أسية x أكبر تماما من الصفر فإن أسية x زائد 1 راح تكون، معليش نخدموها هنايا، h ل x x 1 زائد أسية x. يا أخي قلنا أسية x أكبر تماما من الصفر من أجل أي x ينتمي إلى r، إحنا معليش عندنا x ينتمي إلى r ناقص يعني الجهة الثانية. إذا كي نضيفوا 1 من الطرفين راح تكون أكبر من الواحد، وعلى بالي بلي الواحد أكبر من الصفر. واش معناتها هذه؟ معناتها أن القيمة من قوسين دائما موجبة، هكذا. وبما أن x ينتمي إلى r ناقص يعني من ناقص ما لا نهاية الصفر، يعني هذه القيمة دائما سالبة، إذا h ل x دائما أصغر من الصفر، هكذا. نفس المبدأ بالنسبة لجي ل x ناقص 2 أسية x، نفس المبدأ أسية x دائما أكبر من الصفر، كنضربوها في حاجة سالبة، إذا j ل x دائما أصغر من الصفر. إذا بما أن h ل x و j ل x سالبتان من أجل x ينتمي إلى r ناقص، فإن f فتحة كذلك هي أصغر من الصفر. هذه ببساطة. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، ماذا بكم تدعموني على القناة، كان معكم ياسر المهروسي، انتظرونا في التدريبات الباقية، وماذا بكم قبل ما تشاهدوا الفيديو دائما تحوسوا تجربوا فيها قبل. كان معكم يوسف مروسي، إلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.